خلص يا دجلش، يخرب بيت جمدانك، روشتهم روشت. سلسلتنا بقى الجامده الحلوه اللي احنا بنحبها، اللي هي هنتصنف. يعني هنتصنف ودي بنلعب فيها ماتشات. يعني لو ما كنتش شفت الفيديوهين اللي فاتوا يا ريت تشوفهم، لان السلسله دي تراكميه. يعني ايه؟ ممكن عادي تشوفهم انت كده كده في بلاي ليست انا حطيتها في القناه اسمها هنتصنف. يعني هنتصنف، هنجرب المره دي صلاح، النهارده هنجرب صلاح ونجرب فينيسيوس ونجرب ايدر ميليتاو ونجرب تريشيجن، كل اللعيبه الالتيميت اللي انا جبتها او يعتبر ضحكت على اللعبه واخدتها. وهنتكلم وهنرغي كتير قوي، وهنرغي في الناس اللي خدت والناس اللي ما خدتش واحنا بنلعب. المهم يا جدعان، عايزين نودي الكلام في ده، واللي مش عامل اشتراك كده في القناه يشترك في القناه، عشان انا 80% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين في القناه. انتوا متخيلين يا جدعان؟ انتوا تقدروا ترفعوني 8000 مشترك في يوم، والله العظيم بجد تقدروا ترفعوني 8000 مشترك فيهم. فيا جدعان لايكات وكومنتات يعني يا جدعان، بصوا انا كل اللي محتاجه بس 40 لايك على السلسله دي. يعني انا بطلب رقم صغير قوي، انا بشوف اخواتي واصحابي بيطلبوا الافات من المتابعين وبيوصلوهم. شوف انا طالب 40 لايك، طالب 40 لايك صغيرين قوي. ويعني بصوا لو الاشتراكات اللي مش مشترك في القناه اشترك كده، ونخش السلسله كده نجرب بقى اللعيبه دي ونشوف التصنيف بتاعها بيقول ايه. تعالوا بس نختار الطقم، نلعب ببرشلونه. تعالوا نلعب ببرشلونه كده كبدايه، نلعب ببرشلونه كده، ايه النظام وايه الدنيا وايه الحلويات وايه الكمانيتيكيات وايه الدنيا، ونحكي رجاله. تعالوا كده بس نحكي كده في اللي حصل، نحكي كده في اللي حصل كده مع بعضينا. بصوا يا رجاله، الناس اللي هي ما خدتش الالتيميت او الناس اللي هي ما لحقتش الجليتش بمعنى اصح، بص يا صاحبي انا والله العظيم مش عايزك تزعل، كده كده اللعبه كده كده هتعوضك. انا الرسائل اللي بتجيلي تهر يا جماعه، والله العظيم تهر. يعني عارف اللي هو ايه، حد يقول لي انا عايز اموت والتاني يقول لي انا يعني فاهم اللي هو، ما هو فعلا يعني عارف اللي هو ايه، انت ممكن تكون مستهدف في المشكله، بس فعلا اللعبه دي كانت بالنسبه له كل حياته، وهو قاعد تعبان قاعد تعبان، قاعد فتره كبيره قوي يحوش ويصرف. يعني عارف اللي هو ايه، ويصرف فلوس مثلا من مصروفه اللي بياخده من والده، وممكن يكون اساسا من طبقه فقيره، ففكره ان هو يحوش عشان يشحن دي بتبقى صعبه بالنسبه له. وعشان خاطر هو بيحب اللعبه وواثق فيها وعارف ان الحدث ده افضل حدث، عشان احنا كيوتيوبر طبعا بنحكي له وحببناه في اللعبه وبتاع، فهو حقه طبعا يزعل الزعله اللي هو زعلها دي، ويوصل لمرحله ان هو يبعت لي يقول لي هذا انا بفكر ان اللعبه كده كده هتعوضك، هي لعبه زباله، هي لعبه كده كده زباله. وبيني وبينك انا مش حاسس لعيبه الالتيميت يعني فاهم اللي هو بنفس طاقتهم. ايه يا جدع، ايه يا جدع، ايه يا دجلش، انا حاسس ان اللعبه كلها حاليا بايظه، مش عارف يعني انا مش اللي هو ايه، انا من امبارح وانا مش طايق اللعبه بامانه، ومش طايق اللعبه. والناس اللي بتبعت لي كومنتات كتير وحاجات كتير، انا برد على كل الناس ان هم ما لحقوش، انا برد. كانت صعبه قوي، كانت صعبة قوي عليهم، كانت صعبة يا اخي. خلص يا صلاح، مش فاهم، انا عمال عايز احاول اجيب هجمة، مش عارف انا زي ما اكون الواد مقفل دفاع ولا ما تفهمش. تفرق قوي يا جدعان، ونفسي القناة تكبر بجد عشان اعرف استمر عليها. يعني انا عندي اخواتي واصحابي كبرانين بشكل مبالغ فيه، ويعني عندي على التيك توك دلوقتي بنزل محتوى كمان مختلف عن اللي بينزل على اليوتيوب. يعني بنزل كده الاخبار السريعه، الحاجات السريعه كده، خش خد لك بصه كده واكتب لي كده كومنتايه ولا حاجه على الثلاث اربع فيديوهات اللي انا نزلتهم دول. يلا، مش عارف يعني الباصه بتاعت فينيسيوس جونيور، مش حاسس ان دي لعبه التيميت يا جدعان، حاسس لعبه دي لعبه وحشه، دي اللعبه دي وحشه، هم كلهم وحشين بلا استثناء. خلص يا بيليه يا اخي، هات هدف يا اخي وخلصنا، خلينا نفوز يا اخي. مش عارف برضه، بص يا اخي اللي بيحصل، بص اللي بيحصل. طب يلا صلاح ماشي، يعني حاجه و90 فاهم، مش حاسس بده لسه، ما حسيتش بده. انا قلت والله كان هيجيب عرضيه، اقسم بالله كان هيجيب عرضيه، مش كان هيجيب عرضيه، عرضيه ايه جامده، عرضيه كانت هتيجي، بص هيرزعني يا اخي. خش خدها، خش يا ايوه. ايدر ميليتاو حاسس بيه بصراحه، يعني حاسس ان ده لعب التيميت حلو بصراحه، يعني ده حاسس ان لعب التيميت حلو. وقلت كده يعني نتيجه لتجربه 3 ماتشات امبارح، انا اللي شغال معايا الوحيد ايدر. لا حاسس، نختار لبس، نختار لبس البرتغال يا رجاله، عشان انا بحب. ويلا بينا كده نخش على الماتشات التاني. يا داخلين ضد صليبة بقى، في صليبة الواد معاه صليبة ألتيميت، يعني هو الحاجة الوحيدة اللي معاه ألتيميت صليبة، بس بقى تشكيلته بصراحة جامدة ومتطورة وخلد وقصص ورعب يعني فاهم. فربنا يستر علينا في المباراة دي، ويا رب صلاح وفينيسيوس يعملوا أي حاجة يعني فاهم، يعني يعملوا أي حاجة، اعمل أي حاجة يا صلاح، يا صلاح عايز أحس بيك يا صلاح. ده أنت النسخة 111 كانت بتعمل أكتر من كده بكتير، أنا مش فاهم، مش حاسس بصلاح ولا فينيسيوس، يعني حاسسهم لعيبة عادية قوي، يعني
مش دول اللي احنا زي ما قلت لكم كده بنتخانق عليهم يعني. ايه بس في ايه بس اللعبة. نظرا اللي هو المفروض صلاح والله العظيم من سرعته يخش الناحية دي يجيبها، بس انا مش عارف حاسه ليه عوق كده. بس فلنفرض ان التعويقة دي من عندنا يا جدعان. خلص بقى خلص بقى دجلش، ودي الكلام في ده يخرب بيت جمدان امك، انت الوحيد اللي معتمد عليه في التشكيلة حاليا والله العظيم يا جامد، ودي الكلام في ده عاش يا عم دجلش. بص شفت الحلويات، شفت السكرانات. اقسم بالله مش حاسس خالص ان صلاح ده ألتيميت بصراحه يعني. كانت توقعاتي اكتر من كده ليه، مش عارف ليه. وخصوصا ان انا صلاح ده كان يعني انا قبل ما اعرف ان في جليتش والشباب تبعت لي في الجروب وبتاع وتقول لي ادي الحق بسرعه وافتح وكده، قبل ما اعرف ان ده جليتش انا يا جدعان والله العظيم مش بهزر يعني. انا جمعت بتاع حوالي مليار حاجات اللي مليار زي كده، كويس. فانا اشتريته، فجبت المقايضة بتاعت جبت دفعت فيه حوالي 700 مليون مثلا يعني، عارفين اللي هو ايه. فحطيت توقعات في اللاعب ان اللاعب ده عالي قوي يعني. كان اصلا كان متطلبات المقايضة اوف، يخرب بيت كان متطلبات المقايضة يا جدعان. ايه ده، ايه الباصة الخرا دي يا بلي، ايه الباصة الخرا دي يا لهوي يا جدعان. انا بتسكع اقسم بالله، بتسكع. ده ربنا ساترها معايا والله العظيم بالعرضة، اقسم بالله مش بلعبنا بستر ربنا والله العظيم، مش بلعبنا بستر ربنا يعني. انا حطيت توقعات في صلاح عالية قوي يعني. انا حسيت ان الكارت ده فاهم، الكارت ده فاهم يا لهوي، ده متكلف اكتر من 700 مليون وحوارات، وكارت 114 وصلاح. خلص بقى يخرب بيت جمدانك يا اخي، كنت هتجيبها. اديله بسرعة، ادي للحارس بسرعة. ايه ده زي ما يكونوا كان عايز، كان هيديها للحارس فعلا في الجون، فاهم اللي هو والله بجد كنت حاسس كده. يلا يلا يا اخي، مش عارف انا ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده. وبالنسبه يا جدعان للرد على حوار هياخدوا مننا اللعيبه، انا بنسبه كبيره متاكد يعني، بنسبه كبيره مش نسبه قوي، بس بنسبه كبيره متاكد ان حوار ان هم ياخدوا اللعيبه ده صعب بصراحه. اوف يخرب بيت الواقع. ايوه كده، اديني فاول من الحته دي، فاول خطر ده. بس المشكله ان هو ممكن يرجع علينا، ده مشكلة انه اوف كانت داخلة والله العظيم، صدها الحارس ده. انا بس بس مش الحمد عارف لله مين ان احنا الحارس. طلعنا بالفوز، ويلا بينا كده نروح نغير اللبس. نختار اللبس ده. هو عايز اغير الملعب، عايز اغير الملعب، اخلي الملعب ده مع اني ما بحبوش، بس يلا. اوف داخل ضد رونالدو وصلاح ورونالدين هو يا جدعان، وخلد ومالدين، ده انا داخل ضد تشكيلة رعب يا جدعان، داخل تشكيلة رعب. ربنا يستر علينا كده، ربنا يستر علينا. طالما وصلت للحظة دي في الفيديو فانت لو مش عامل اشتراك اعمل اشتراك يعني، مش فاهم يعني، طالما وصلت للحظة دي في الفيديو فانا كمان بحبك والله العظيم، فاعمل اشتراك، اعمل اشتراك يا اسطى. ده 80% من اللي اتفرجوا عليا فاهم مش مشتركين، مش فاهم ليه يعني، ليه يا جدعان، ليه يا رجالة 80% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين في القناة. انا نفسي اكبرها والله يعني، انا نفسي اشوف سرعتك انت كمان يعني، نفسي اشوف مش عارف، نفسي اشوف سرعتك والدريبلينج بتاعك. بس حاسك وجاتي قوي صراحة. خالص صراحة. خلص يا دجلش يخرب بيت جمدانك، روشتهم، روشت اقوى مدافعين في اللعبه والله العظيم، اقسم بالله روشهم وحياه ربنا. انت شفت روشهم ازاي، شفت روشهم ازاي يا جدعان. بص روشهم كده، بص روشهم، خلى اللي يطير هنا واللي يتمزج هنا وحوارات وقصص. ده جمدان، ماشي، بس ده انا جمدان. مش عايز اظلمهم، برغم ان انا ايه اظلمهم ايه، ده انا قلت فيهم كل العبر. اتفتحت لك، اتفتحت لك يا دجلش يخرب بيت جمدانك اي لاف يو، اي لاف يو دجلوش، اي لاف يو دجلوش. اه انا جاي وناويها اولع فيها، خلاص انا جاي وناويها اولع فيها. اه يا جدع اسطور. يخرب بيت. بص عفان عمل جليتش سنترة وفشل فيه، يستاهل والله العظيم. لا لو جات لي فرصة ان انا اخر مباراة ابضين عليها، ابضين عليه بجد والله العظيم، لا ابضين عليه بجد، عشان حتى الركنية اللي جالها اللي جات له دي جات له من جليتش السنترة. عيل مقرف يعني، هو يعني بص مش عارف بيفشل معايا، فمش عايز تتحسب عليا نجاسة، عايز النجاسة دي تكون في المباراة. خد يلا صلاح. ايوه كده على هادي، كده على هادي من بدون نجاسة، احتفل بقى احتفل. ايوه عم صلاح، ايوه عم صلاح، ايوه عم صلاح، طلع عضلتك يا صلاح على طول. عم صلاح عاش ايه رأيك اجيب لام عاش. يعني، اجيب لام؟ طب ما انت هتخش ولا ايه؟ حلوة 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 حلوة، مش عارف اتصدت ازاي دي. يا فينيسيوس يا جونيور يخرب بيت سنينك يا اخي، 50 مليون كنت تاخد فيعني والله، ولا يخرب بيت الخرا.
ازاي يعني دي تحصل؟ مش عارف ازاي السرو ده جاله منخرم ملعب بالشكل ده، وقدر ميليتاو ساب الظاهرة كده. انا مدرك ان ده الظاهرة العالي والكبير وكل حاجة، بس مش للدرجات دي يعني. الفيديو ده غير مش لعيبة. اطلع 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 اطلع، ماشي اطلع اطلع، ربنا يستر. عاش ياض ياكين، حلو حلو يا صلاح يا صلاح، عدي يا صلاح يا صلاح، حسسني انك التيميت يا صلاح، ما تجيب ما تخلوش يفوت يا صلاح. عاش يا ده استرشكوف، استرشكوف بيرجع ويدافع، حلو حلو في خط، والله حلو في خط النص استرشكوف. لو هتلعب بيه ال ام فهو بيبقى رهيب بصراحة يعني، انا جربته ال ام كان جامد، وادينا اهو بلعب بي سي ام ومش مجلي خالص يا دجلش. وري له الكلام يا ده، علمه الادب، علموه الادب بقى، علموه الادب، ولا بيفرق لنا اي حد، احنا جامدين جامدين ومفيش الا احنا. ودي الكلام في داهية، عاش عاش يا دجلش، اقسم بالله احرف واحد في تشكيلة دجلش، اعرف واحد والله في تشكيلة دجلش، كانوا في والقصص زمان وخناقات على السوووووف. اوف يا دجلش يا دجلش، دجلش كان هيخش برضه ويرزع على فكرة تاني دلوقتي. الواد ده زعل، الواد ده زعلناه يا جدعان. طب يلا يلا يا عم كومان. اوف دخلت برضه، دخلت برضه ليه؟ عشان احنا جامدين، بقول لكم احنا جامدين ومفيش الا احنا جامدين. عاش عمكم، عاش عاش، شوف الواد ده سكعناه، عاش عاش. بص 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 بص، الهدف في حلاوة الهدف، بص الهدف في حلاوة الهدف. اه الواد جاله اكتئاب وطلع، الواد جاله اكتئاب وطلع يا جدعان. هو ده اهو النتيجة يا رجالة، وخدنا 7000 كاس وخلاص على كده. ويلا بينا كده عشان ان شاء الله نبقى نعمل فيديوهات تانية كتير، فولع لي الحكة كده عشان اولع معاك الحكة. السلام عليكم.